السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم هذا الكعك، كعك اسفي او كعك نصفيوي، كل واحد شنو كيسميه. كيجي رائع ومقرمش هكا الكوتيل لوليداتنا او الفطور، كيكون فيها هكا الزرارة، كيكون صحي. نتمنى انكم تجربوه، كيجي رائع ومقرمش كما كتشوفوا معايا. كيجي مقرمش اللون ديالو، ها هو نتمنى انكم تجربوه، كيجي هكا رائع لوليداتكم. ندوزو للطريقه والمقادير. هنا المقادير اللي غنحتاجو: عندي نص كيلو ديال الطحين، عندي خماره وحده ديال 8 غرام 7 غرام او بيكنج باودر، عندي معلقة كبيرة ديال جنجلان أو السمسم، عندي النافع كيقول كيقول ليه الدول الأخرى الشمر، يمكن هادي كاين النافع كاين حبة حلاوة كيقولو النافع البلدي. عندي معلقة، هانتوما نقرب ليكم نتوما كتشوفو، كيقول ليه اليانسون، هذا الجنجلان او السمسم. نحتاج كاس ديال الماء، كاس اللي كنشربوا به اتاي او كاس العنبه، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، هذا هما المقادير. واحد القرصه ديال الملح. هنا غندير السوائل الاول، غندير الماء. هذا الكعك ديال اسفي ما فيهش البيض، ديال كعك ديال وجده كيكون فيه البيض، وفيه كاين الكعك الخامر بالخميره ديال الخبز، كاين الكعك عادي بخميره ديال الحلوه، وكيكون الكعك الوجدي فيه الزرارع اكثر من الكعك هذا ديال اسفي، ولكن هذا كيجي زوين مع فيه الزرارع غير شويه، كتجي هذيك النكهه خفيفه فيه، يعني بالنسبه للدراري اللي ما كيبغوش هكا قوه الزرارع. هذا الكعك انا ولادي كياكلوه، الكعك ديال وجدي كيكون فيه الزرارع كثيره، ما كيبغوش صراحه ياكلوه ليا، ولكن ان شاء الله دابا نديرو معاكم. نخلط مزيان، دوب ليا هذيك سنيده مع الماء، عدوه دغيا، غنحرك مزيان حتى يذوب ليا السكر ومن بعد نطلق. هنا من بعد ما دابت ليا سنيده سكر سنيده، غنضيف عندي نص كيلو ديال الطحين، يعني 500 غرام ديال الطحين. غادي نضيف هذيك خميره ديال الحلويات، كون باغي نضيفو ضعفوا الكميه ديرو كيلو الطحين، دوبلو الكيسان ديال جوج كيسان الزيت، جوج كيسان الماء، جوج كيسان السكر. انا هنا فقط درت نص كيلو ديال الطحين، الا بغيتو دوبلو الكميه دوبلوها. تاني عاد كاين حساب الطحين، بحال هاد الطحين هو نص كيلو ما شربش ليا، كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. انا غنزيد غنضيف انا الطحين 500 غرام الطحين ما كيشربش، درت هاديك المره بالطحين كل طحين وطحين. هنا نزيد شويه ديال الطحين تجمع ليا العجين. هنا نضيف الطحين، العجينه ما خصهاش تجي قاصحه، الا جات قاصحه الكعك يبقى يتفتت ويبقى، خص العجينه تجي شويه ما بين وبين. تقريبا نزيدو واحد تقريبا جوج معالق كبار ديال الطحين.
انا هنا صافي ما عادش نزيد لها الطحين، يعني كتكون العجينه هكا رطبه. ما تقصحوش العجينه باش يجيكم الكعك مقرمش. انا غنستعمل الطحانه ديال الكفته، تقدروا اللي عنده هذيك الطحانه اليدويه. هنا كنستعمل كيكون فيها هذا الراس، هذا كنخليوه، كنزولو هذا وهذه، هادو ما كنخليهمش في الطحانه ديالنا. انا غنستعمل هاد البوق اللي خاص بالسوسيس، هو اللي غنستعملو باش يقاد ليا العجينه. واللي عنده داك البوق اللي كيتباع، انا قلبت عليه ما صراحه ما لقيتوش، لقيت غير داك اللي مشنف، ما لقيتش السامبل صراحه. لقيت بحال هاد الشكل وهاد الشكل وهاد الشكل، هما كيداروا هنا، ما لقيتش هذاك لي سامبل، ما لقيتوش. هنا نوجد واحد بلاطو، رش عليه واحد الرشيشه هكا خفيفه ديال الطحين. غنجيب العجين، هنا غنجيب العجين غنبقى نضغط. هنا نخدم حتى تكون عندي الصداع. نستمر على الطريقه هذه. المهم هي انها العجينه كتدلك، هذا هو المهم. نستمر على الطريقه هذه، نكمل الكميه اللي عندي من بعد نتلاقى. هنا من بعد ما سايت الكميه اللي عندي، رشيت هكا شي شويه ديال الطحين، وغنحتاجو هاد المنقاشات هادو اللي كيزوقوا بهم كل الاشكال. ها انتما كتشوفوا هذا ديال النحاس، غنقبض واحد الطريف ديال العجينه. كتنقصوا على حساب الطول اللي بغيتو. هنا هاد الجوانب كنحاولوا نبركو بيدينا، الرقوم يعني يوليو رقاق كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا هنا يكون حدانا الطحين، كندوزو عليه شي شويه ديال الطحين، كنجيو نتمنى يكون كيبان ليكم. كنجيو كنضربو وحده حدا وحده. من الاحسن تكونوا ديروا هذه العمليه وتشوفوا تجلسوا، يعني ديروا انتم مقاسين باش هكا ما تعياوش. هكا كنبقاو غاديين. نتمنى تكون كيبان ليكم. ونجيو هذا الراس نحطوه فوق هذا الراس لهذا الشكل هذا، ونجيبو هاد المنقاش من هاد الجهة. يعطينا هاد الشكل هذا. نحاول نقرب ليكم، كديرو المنقاش شوية في الطحين، كضغطو عليه شي شوية هكا، كتجيو لا ما تجيو ما تضربوش هكا، تضربو بالجن، كتضربو وحده حدا اختها. لا هذا الشكل هذا. كنمشيو بحال هكا، كعطيو شويه ديال الخاطر. الصوره واضحه.
كنديروا ليه نفس العمليه. كيجي رائع هاد الكعك، هانتوما كتشوفوا كي كيجي. انا عندي لكم واحد الشكل غير بالسكين يعني بالموس، بالنسبه اللي ما عندوش هكا المنقاش ولا كنضغطوا عليه شي شويه هكا صافي، كنجيبوا الموس وكنبقاو كنضربوا وحده وحده وحده. هانتوما تا هو الشكل ديالو كيجي زوين. كاين شكل واحد اخر كنضربو ربعة وكنخليو على حساب صبع، كنضربو ربعة كنخليو تاني على حساب صبع، هانتوما باش تجيكم النقشه زوينه يعني فين عاد ضربوا هاد السنان عاد ترجعوا تضربوا في نفس السنان اللي خليتو. نتمنى يكون الشرح باين. هانتوما هادوك السنان اللي حداهم كنضرب فيهم هانتوما لهذا الشكل هذا. هانتوما كي كاتشي هاد الشكل كنديرو كنمشيو على هاد الجنب هذا عادي يعني، من بعد غنقلبوه كما كتشوفوا قلبوه بحال هكا. كنمشيو فين كيجي على هاد الشكل هذا. هانتوما كي كيجي الان نوريكم شكل ثاني. كنجيب هذا المنقاش هذا وكنبرك الوسط لهذا الشكل هذا، كنجيب هذا ونضغط هنا الجوانب. كنقلب نجي للجهه المقابله بهذا الشكل هذا. كيعطيني هذا الشكل هذا. وانتم ديروا النقشه اللي بغيتوا. هذا شكل الكعك ديالنا بعد ما خرج من الفران، كما كتشوفوا راه كيجي رائع، كيجي مقرمش كما كتشوفوا معايا، كيجي رائع هكا لوليداتكم للكوتي يكون عندكم هكا في الدار.